لن يعد منجم مادة البريد. الواقع بقرية عين ميمون بلدية طنجة بخنشلة من أبرز المقومات الاقتصادية في الجزائر. بدأ نشاطه سنة 1972 ويواصل إنتاجه في صمت بهياكل قديمة، حيث يعاني من مشاكل عديدة أبرزها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. المزيد مع عمر عمري. منجم مادة الباريت الواقع بجبال قرية عين ميمون بخنشلة، والذي بدأ نشاطه سنة 1972 يواصل إنتاجه في صمت وبهياكل قديمة لا تعكس قيمته الاقتصادية، سواء من جهة المادة التي ينتجها والتي تعتبر ضرورية للتنقيب عن البترول والغاز، أو كونه الثاني من نوعه وطنيا. وحدة عين ميمون المنبثقة عن المؤسسة الوطنية للمناجم اللي هي سونارام، بدأت الاستغلال وتسويق مادة الباريت منذ سنة 1972. منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا تعمل يعني لها وحدة إنتاج متكونة من منجم يحتوي حوالي على 30 مكمن. احنا الهدف نتاعنا أن الشركة تمشي تدير الانتاج نتاعها، وكي يكون الانتاج نتاعها يكون الروندمون، يكون خلاص تاع العمال يمشي في وقته. هذا هو الهدف نتاع الدور نتاع المثل العمال. مشاكل كبيرة يتخبط فيها منجم الباريت، على رأسها انقطاع التيار الكهربائي والذي ينجر عنه تعطل الأشغال، ناهيك عن الخسائر التي لا تقدر بثمن، الأمر الذي يستدعي تدخل السلطات العليا. نعاني معاناة كبيرة من الانقطاعات المتكررة خلال اليوم الواحد، يعني ليس فقط العرقلة العمال يحبسوا كذا وكذا، ولكن هذه الانقطاعات تؤدي الى راح تفسد يون ماشين كي ترافاي ا باز دون انرجي الكتريك، دي كوبور مورا بعضهم ياثروا بطريقه يعني سلبيه. أهمية المنجم تنبع من كونه ينتج أزيد من 10 أطنان من هذه المادة النادرة، ويتوفر على احتياط يزيد عن 2 مليون طن، تضاف إلى عدد من المناطق المستكشفة حديثا، والتي تجعل الجزائر مكتفية ذاتيا في إنتاج حاجتها من هذه المادة، مع إمكانية تصديرها للدول المنتجة للنفط والغاز مستقبلا.